في هذا الفيديو رح ننتقل لقسم الأنتي أكني لاين، خليكم معي لتعرفوا أكثر عن علاجات موضعية من شركة كوزمو مخصصة للبشرة المختلطة والدهنية واللي بتعاني من زيادة إفراز الدهون والزيوت وتوسع المسامات. في البداية بتبلش الحبوب بالبشرة المختلطة والدهنية سواء كانت بمنطقة التيزون أو بالوجه كامل عن طريق تجمع إكسس سيبوم، خلايا جلد ميتة أو بكتيريا في مسامات البشرة لحتى تكون ما يسمى عنا بالوايت هيدز. لما بتتعرض المسام المغلقة المليئة بالزيت خلايا الجلد الميتة للهواء الخارجي والتلوث يتكون عنا ما يسمى بالبلاك هيدز. أما المرحلة الثالثة من الالتهاب لما بتتعرض لبكتيريا اسمها بروبيونوم أكني بكتيريوم يتكون عنا ما يسمى بالبابيول، بين بوستيول، نوديول، أنسيستس. العلاج بيمر بعدة مراحل، خلينا نشوف كيف ممكن نتخلص من المراحل الأولى من حب الشباب، وبنبلش بالغسول اليومي. وأول منتج عنا هو كوزمو سيبوكير كلينزينج جل، هو عبارة عن غسول يومي مناسب للبشرات الحساسة المختلطة والدهنية، بيساعد في علاج جميع أنواع حبوب الشباب ويمنع ظهورها، كمان بينظف المسامات من الدهون الزيوت الزائدة مع الخلايا الميتة، بيمنح البشرة تنظيف عميق وتنظيم لإفرازات الدهون من الغدد الدهنية، بيحارب البكتيريا المسببة لظهور الحبوب وبيخفف من الالتهابات. بيحتوي غسول كوزمو سيبوكير على 1 سيبو ريجوليتينج كومباوند واللي بيتكون من سيج، بوردوك والنيم اكستراكتس مع التي تري اويل، وهي إلهم خصائص انتي انفلاماتوري انتي ميكروبيال وبيقللوا من الاحمرار والانتفاخ، بيقللوا ايضا من الاكني سكارز لانهم بيسرعوا من عملية الهيلينج بروسيس. ثالث مكون هو الزنك سلفيت واللي له خصائص انتي انفلاماتوري، بيخلص الجلد من البكتيريا المسببة لحب الشباب، بيقلل من انتاج الاكسس سيبوم وبيساعد على الشفاء السريع. رابع مكون هو ساليسيليك أسيد وبيساعد على تقشير الطبقة الخارجية من الجلد وتنظيف المسام لحتى نحصل على بشرة خالية من الرؤوس البيضاء والسوداء. المكون الخامس لافندر أويل وبدوره بينظم إفراز الدهون مضاد للالتهابات الميكروبية الفيروسية. أما بالنسبة لاستخدامه فهو مناسب للاستخدام اليومي صباحاً ومساءً. وهيك بنكون خلصنا أول منتج للبشرة الدهنية من شركة كوزمو. رح ننتقل لنتعرف على صنف تاني هو سكن كلير جل كريم. معظم أصحاب البشرة الدهنية بيعتقدوا أن ترطيب البشرة الدهنية والمختلطة أمر خاطئ، وهون بيجي دورنا كصيادلة بتوضيح أهمية استخدام المرطب المناسب. بنقدم لكم سكن كلير جل كريم من شركة كوزمو واللي بيعمل على ترطيب البشرة الدهنية والمختلطة عن طريق تقليل إفراز الدهون الزائدة في البشرة، بالإضافة أنه بيساعد في عملية الاستشفاء السريع من الالتهابات وبدوره بيقلل من ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء. كوزمو سكن كلير جل كريم وهو عبارة عن جل كريم بيرطب وبيعالج البشرة المعرضة لحب الشباب والبشرة الدهنية، فعال في تطهيرها من جميع الزيوت والإفرازات الزائدة والأوساخ. كمان بيحتوي على مزيج ثمين من الزيوت والأعشاب الطبيعية اللي لها خصائص مضادة للالتهابات، وبيحتوي أيضا على مركب حاصل على براءة اختراع لعلاج البشرة الدهنية والبشرات المعرضة لحبوب الشباب. أما بالنسبة للمكونات فهو بيحتوي على مادة السبريل FLLS بتركيز 5%، وهو مركب حاصل على براءة اختراع، يعمل كمنظف وقابض للمسام، وكمان له ماتيفاينج إفكت بينظم إنتاج الدهون وبيساعد على الاستشفاء السريع مضاد للتهيج وبيحسن من بنية البشرة الدهنية. بيحتوي أيضا على مزيج من الأحماض الأمينية والبيبتيدات من الخميرة لتنظيم إفراز الدهون. ثالث مكون هو الزينك سولت، بيعمل على تنظيف البكتيريا المسببة لحب الشباب وبيقلل من إنتاج الزيوت الزائدة، بيساعد أيضا في عملية الاستشفاء السريع. رابع مكون هو الكافيين مع البي فيتامينز تو انهبيت اللايبوجينيسيس وبدورها بتقلل من عملية إنتاج الدهون. خامس مكون هو فيتامين بي 3 بيسابيلول، بيقلل التورم والإحمرار وبيساعد في عملية الفاست هيليك بروسيس. سادس مكون هو الاكتيفيتد هورس تشيسنوت اكستراكت مع الليكوريش اكستراكت واللي بتعمل ايمالسيفاينج للسيبم على البشره، بتخلي عمليه التخلص من السيبم اسهل. المكون السابع بليند اوف رايس اويل ارجان اويل مع سويت الموند اويل لترطيب ونضاره البشره بعد تنظيفها. ثامن مكون هو الازيلاك اسيد مع البيتا هيدروكسي اسيد، لهم خصائص مضاده للبكتيريا وبيعملوا على تقشير البشره وتجديدها. يستخدم مرتين يومياً مع مساج خفيف لغاية الامتصاص الكامل بعد تنظيف البشرة أكيد بالغسول المناسب. وهلأ بعد ما خلصنا الكوزمو سكن كلير رح نحكي عن ثامن منتج من منتجات الكوزمو وهو الكوزمو سي سكراب. هو عبارة عن كريم سنفرة وتقشير لطيف على البشرة، مجدد لخلايا البشرة ومناسب لجميع أنواع البشرات، بيساعد في تفتيح لون البشرة وتنظيف المسامات والتقليل من حجمها.
بيحتوي كوزمو سي سكراب على جزيئات فيزيائية لإزالة جميع الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة، بالإضافة إنه بيحتوي على فيتامين سي، فيتامين إي وزيت اللوز الحلو. طريقة استخدامه سهلة جداً، يوضع على بشرة مبللة كمية مناسبة ثم يفرك لمدة دقيقتين ثم يترك لمدة ربع ساعة ثم يشرب الماء مرتين أسبوعياً.